سيارة. فقلت شنو قانون الجواري؟ فقالوا قانون الجواري، يعني قال لي المفتي قانون الجواري ان لازم تكون دوله مسلمه غازيه، دوله مسيحيه، او سوري، او دوله غير ليست على دين الاسلامي، واسره، يعني لازم يكون اسره حرب. يعني قلت هل هو حرام؟ قال لا، بالدين مو حرام، الجواري ليس بالدين حرام، بالعكس الجارية قانونها غير عن قانون الحرة. الحرة عورتها جسمك كلها إلا وجهها ويدها، أما الجارية من السرة وتحت، يعني تختلف عن جدا عن الحرة. والحرة لازم بعقد زواج، وهذا الجارية لا، فقط يشتريها وخلاص، كأنها يعني تزوجها. فتختلف الجارية عن الحرة. وإن شاء الله يا ربي يا كريم خير. وأنا الصراحة أنا الدول اللي أشوف إنها يعني مثل الشيشان اللي هي بينها حرب وبين دولة ثانية، أكيد في 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 أسرة، فروح اشتروا هذول الأسرة، يعني مو أفضل يذبحهم الجوع هناك؟ روح اشتروهم وش اسمه شغلوا هذا وبيعوهم على هني التجار بالكويت، احسن من التجار يقعون بالحرام. فما فيها شيء، انا شايفه ما فيها شيء. واكبر ما مثل بان كان عنده كثير من الجواري هارون رشيد، لما توفى وجدوا عنده 2000 جاريه، فمو عيب ولو حرام، وكان عنده زوجه واحده فقط، فمو عيب ولو حرام، يعني شريعتنا محلل الشيء هذا. والحمد لله الكويت يعني فيها كثير من